والله كان يوم شوبينج ما بينتسى. صحيفة فتلت كتير بس يلا منيح جبت أغراض حلوة. قلت نروح على السيارة. يلا افتحي لنشوف. وهيك كل شيء أمورنا تمام. يلا يا رب. يو لك شو ها؟ خليني انزل شوف. منيح مشي الحال، فكرته هون. ايه لا بقى، لك انت شو وصلك لهون؟ اه لاحقني على الدعسة؟ يا لطيف منك، هات لشوف شو عندك اليوم. تحدي المطبخ التونسي، طاجين الجبن التونسي، البريك، جلبانة ومعلوش. شو هاي؟ بقيمة 100 درهم إماراتي. يا مرحبا وحياكم الله ورمضان كريم عليكم وين ما كنتوا عم بتشوفونا. تحدي جديد من تحديات مان مع كينان هلأ بلش. صرتوا متعودين قديش الرجل الغامض بياخدني معه لتحديات جديدة ببلدان جديدة لحتى نجرب فيها أكلات وطبخات عديدة ضمن قيمة معينة. اليوم أخدني معه لتونس الخضراء وقرر يتحداني بثلاث أكلات تقليدية من تونس. أول أكلة أكلة الجلبانة بعلوش، ثاني أكلة أكلة البريك، والثالثة أكلة الطاجن التونسي بالجبن، حصراً بالجبن. هدول ثلاث أكلات لازم يكونوا ضمن 100 درهم إماراتي. قبل بدي أخبركم أنه هدفنا من هذا البرنامج هو إظهار قديش في تنوع ثقافي وحضاري ومجتمعي لكل بلدان العالم بهذا البلد الرائع الإمارات. أما إذا حابين تعرفوا تفاصيل التحدي كيف رح نحضر الأطباق وإذا رح نفوز أو نخسر فتابعوا معنا حلقة اليوم. مرحبا. يا عسلمة. مرحبا عسلمة. سمعتي شو قالت لي؟ عسلمة هي بهيك بترحبوا. هي مرحبا. ايوه خلي لي اياكي. الله يخليك، رمضانك مبروك. علينا وعليك. شرفتنا في الليدو. على راسي والله. اول شيء انا زاير الليدو اللي هو من اشهر المطابخ والمطاعم التونسية بالامارات لانه انا عندي تحدي. شو هو التحدي؟ التحدي انه انا لازم اعمل 3 اطباق تونسية تقليدية ب 100 درهم اماراتي. بس 100 درهم. انا هيك معناها ما شكلنا اليوم رح نربح. بدنا نربح. اربح يا ابني اربح، ما عندي مشكله. طيب اوكي، بس قبل انا عندي شرط. انا بدي فوت حضر مع الشيف جوا الاطباق واتعرف عليها. تفضل. على راسي. عادي فينا فوت لعنده؟ طبعا طبعا طبعا. يلا اهلا وسهلا. تفضل خلي لي اياكي. عسلامة. عسلامة. رمضانكم مبروك. رمضانك كل عام وانتم بخير. الله يسلمك وعلى كل المشاهدين. عايشك وانت، شو حوالك؟ عايشك لبس وانت. اللغة الرائعة اللي عم يحكوها ودغري فهموا على بعض، وانا هلا عم فوت شوي بالمود سوا. شايف كيفك؟ الحمد لله. والله لبس الحمد لله يا رب. شايف عنا اليوم هذا التحدي، نحن بدنا نحضر هدول الاكلات سوا. ففعليا باي اكله بدنا نبلش؟ ان شاء الله بس نبدا بجلبان علوش. جلبان علوش مبدئيا، وبعدين بدنا نعمل طاجين. طيب شو مكوناتها مبدئيا للجلبان علوش؟ بالطبيعه لحم علوش. اللحم علوش. ما لازم تفهمهم شنو لحم علوش. خروف. لحم خروف. ايوه حمد كلمة. بتقولوا علوش؟ علوش. اوكي. مش علوش انت. لا لا علوش. اوكي. طيب هلا الخضروات بالطبيعه شوي بصل. شوية معدنوس. وعنا الخرشوف اللي هو الجنارية. شو أرضي شوكي؟ أرضي شوكي. أوكي طيب. طماطم، تومة، وهذه البهارات. عندنا 7 بهارات. 7 بهارات اللي هن بابريكا. بابريكا، راس حانوت، فلفل أكحل، كسبرة وكركم. كركم وملح. انت شفت انه كيف قالوا هون مثلا فلفل اكحل هو فلفل اسود صح؟ اي نعم. اه يا عيني عليك. طيب اوكي خلينا نبلش. المفروض مفهوم الحديث. اي مفهوم مفهوم اكيد. تفضلي ست امال.
خلينا نبلش فيها شايف نحن للطبخة. إذا بدك بلش أنت فيها أنا رح أعرف شوية معلومات بس أمل عنها للطبخة. أوكي بسم الله نبدو. حلو. طيب شو شو بلشنا شايف كيف طريقة التحضير؟ حضروا زيت زيتون شوية زيت زيتون لنا زيت زيتون. طيب شايف بعد الزيت حطوا الزيت يتقلى شوية شوية بسلبش ما خلوش رسمي. بدي شوف كيف بدي أقطع البصل جوية خاطر الجلبانة ما تحبش بصل خشين. لازم تكون صغيرة القطع ولا كبيرة؟ لا جويدة مش هكا متوسطة مش تخليتها تقول جويدة يعني مش جويدة جويدة ناعمة. اوكي حطينا البصل مع الزيت عم نقليه. بعد البصل نحن شو بكون عنا مكون؟ بصل شوية خليه يتقلى. طيب شايف نحن هديك أكلة جلبانة هي غير أكلة ولا نفسها؟ لا هذه مش عن الطاجين هذا الزيت مش عن الطاجين يعني انت هلا مستلمه الطاجين انا هلا راح استلم الطاجين حط بعدين زيت اللحم الطاجين فيه اللحم الجبن البصل هاي البطاطا البريك هذا غير كمان الطاجين فيه البيض الطاجين هذا بنحط فيه بيض هيكن اوكي طيب هي ويتحط بالفرن انا انا اللون اللي حاشبينه صحيح فنحن حطينا هذا في الذوق الاخير يعني حسيت على ما عرفت تعملنا شيء مو طيب انت ما فيك ما تعملنا شيء مو طيب بس شايف حطينا لها الطماطم كمان تطلع حمراء طيب شايف هاي مي صح هاي شوي مي نمرقوها هيك عشان بعد نتبلوا خاطر التوابل تحبش بالزيت مثل حاله الزيت طيب انا رح اذكركم نحن شو عملنا باول اكله اكله الجلبانه بالعلوش اول شيء نحن حطينا زيت قلينا البصل فيها بعدين حطينا العلوش او لحم الخروف بعدين حطينا دبس الطماطم وشوية مي مددناه فيها وحركناها هلا رح نضيف البهارات يلي رح يحطها الشيف مبدئيا بالطبق الثاني اللي هو الطاجين نحن بس هي بطاطا صح؟ البطاطا تتقل مقطعة مكعبات صغيرة عم نحاول نقليها طيب خلينا نكفي تو نهز شوية كرافس كرافس هذه كرافس نشوف بها نعطروا بها الجلبانة عندكم شو اسمه؟ كرافس كرافس نفسه اتفقنا خلاص متفقين على مكون واحد اليوم طيب ثانك يو شكرا شم ريحته والريحه تغير انا 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 اي ريحه هلا عم تطلع قدامي عم تجوعني اكثر يا شيف صايمين يلا يا شيف شو بدنا نحط زيدوا شوي توابل فلفل احمر بابريكا مش نعملها حمرا شوي بفهمك ليش لانه فلفل احمر هو عمل فيها حمرا بس الجلبانه كمان تنعمل صفرا حط لها كركم حط لها شوكه ما بعرف عملوا لها توك كوك خاطر هنا التقليه بتاع طلع لنا اياها حمراء على صفرة جعبالي ذوق الاكلتين سوا لا مش هي تطلع تو جلبانه عاديه تونسيه المعمول بها تمام طيب معنا حطينا بابريكا وكركم بدنا ملح بعد شويه ملح بعد نزيد شويه ملح هيك الملح غير الملح بدك شيء شوية بس هذا تبل كروية شوف خليني أحط واحدة أنا لأنه أنا عندي حط شوية تبل كروية عندي سيجنتشر بالقناة أنا لازم أعمل لها هيك أوكي. تمام خلاص شوية فلفل أكحل شوية فلفل أكحل أسود طيب يعني ما نحطش برشا مية ما نحطش برشا مية دينا تبع بالمية نمرق طيب يعني احنا كل ما جندت معنا شوي لازم نرخيها بشوية ما حتكون فاترة ولا لا فاترة المية ديما المي ديما الأكل اللي معاه ما دافي يعني مش ما بارد ما بارد يخلي الحم شوكي مع شتي أنا قريب مش نتحرك شوي أوكي طيب الطاجين شايف إذا بدك أنت كفي الطاجين على طريقة مو أنا الناطرة هاي تخلص هذي راس الطاجين هذيك راس الطاجين لازم تحضر هذيك باش نجموا نخلي الطاجين هيك نحن ناطرين فعليا طيب بعد ما حطينا البهارات على الجلبانه شو لسه عنا شاف خطوات بدنا نتركها تغلي خلاها تغلي تجيب اللحم قلبي تجيب خاطر الجلبانه نخلي انت بتعرف يعني جلبانه اول شيء بازيلا انا هلا اكتشفت انا هلا وهو عم يعمل هيك جلبانه هلا اكتشفت انه جلبانه هي البازيلا يا عيني طيب نزيد الماء خليها نغطي بها اللحم شيخ حتغطي الطنجرة كمان لا مغطي اللحم هكا لازم نغمر اللحم بالمية من ينزل اللحم الصوص يحضر اوكي سو دي كفايتا بعد ما حطينا البهارات نحن فعليا بس مددناها بالمي لانه لازم تغمر المي اللحمة لتستوي على الاخر بعدين بتضيفوا الجلبانة اللي هي البازيلا ننتقل للي بعدها شيف طيب البطاطا بدك اعمل شيء انا بدك اقطع لك بصل ولا لا لا طيب ايه اوكي هي مش عن البطاطا لا بصل ما فيش في الطاجين بصل ما فيش لا. طيب شو مكونات الطاجين شيف الطاجين بيض سكالوب دجاج بيض وسكالوب وجبنه
جبنة شنو على الجبن؟ جبن موتزاريلا. موتزاريلا هو الشيدر. اوكي. وعندنا كريمة. هي كريمة، كريمة طبخ. كريمة طبخ. وشوية زبدة. شوية زبدة. هذا طاجين وشوية معدنوس بعدين قصة معدنوس. شو يعني؟ شو؟ بقدونس. 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 أيوة. هو معدنوس. يعني. طيب خلينا نجهز نحن الطاجين مع بعضه سوا. إن شاء الله. أوكي ونطبقهم. أوكي. طيب لحظات هاي بدنا نحطها بالزيت كمان شوي. ايه تقلى شوي كمان بدها تنقلى شوي شوي. يلا خلينا نطبق الطاجين. شايف شو اول شيء نحط؟ البطاطا. نحط شوية بطاطا شوية متفرش. طيب نحط شوية لحم. شوية لحم ان شاء الله. كله على اليد. بس اوكي انا هيك بحب اشتغل فورا. ايه بتعرفوا أوكي. الشباب العزابية بيشتغلوا بيدي عزا انت قلت هون مقدونس. ايه مقدونس هي حضرت لك اياها ست عمل. اوكي طيب جبنة شوية جبنة. هلا خلي هو خلي كمان عشان خلاص نقول هو تبخنا. معلش كتر لان انا كثير بحب الجبنه. فيني كتر جبنه انت مش تاكل؟ ايه ليه كذا تاكل كتر انت بس؟ طيب بعدين ليزيبيس. شو الفحات؟ الفحات فحات. ايش هو الفحات؟ هذا التوابل اسمه معنا الفحات. اوكي شويه هذا كركم صح؟ كركم. اوكي بي شويه زنجبيل. زنجبيل شوية ربع متاع معلقة فلفل أكحل. أكحل اللي يحب الكلمة. والملح. الملح خاطر الجبن شوي. احنا نشوف الجبن كان الجبن مالح. تمام ما كثير بنكتر ملح. يعطيك صح. تمام هكا. أوكي وشوية تبر وكروية هذا الملح بس. اوكي هدول رح نخلطهم مع بعض. لا نحطهم على البيض. حسن حتحط البيضة فوق. نحب بعد كينين هل هكا تنتين بدها أكثر. لا أكثر زيدني كعبة أخرى. هو نحن الحكار نتبعه نحن وال كم وحدة لسه شايف؟ لسه حط وحدة تانية؟ لا خلطوا ونشوفوا. طيب يلا خلط إن شاء الله. خلط البيض حلو حبيت ال شايف إذا بدك وقف بالنص أنت. لا تفضل. إيه مشان أنا ما أكون أنا عم بخلط. تانية نزيدوا بيض أخرى كمان بيضة. إيه؟ لعيونك يا شيف. ها أوكي تمام يوه. يا سلام شو شكله مجاهي. أنا هدول القصص اللي حطت كلها بقلب هذا الطاجين كلها بحبها خصوصاً إنه فيها جبن وبيض سوا. يا سلام شم طيب زيدوا شوية كريم فريش. كريم فريش شوية. أوكي غرفة بس مدام. أيوة كتري لي كتري أقلي كثري كتري كتري إحنا نعطي اثنين بس. أيوة طيب يا خليني بعدين ما فينا. طيب بعد هيك شفنا احنا لازم نحطها وين؟ نحطها بالفرن. اه تمام لازم تفوت الفرن. لازم نفوت طيب. الفرن معلش اعمل انا كمان شغله فوقها يعني انا بحب لانه رح اعمل هيك بس مشان تحمر شوي. اوكي ها اوكي هيك نحن خالصين. شيل الفرن خلينا نحطها بالفرن. خلينا ننتقل لثالث وحده اللي هي ايش؟ البريكة. البريكة هلا عاد الشيء اللي انت بتحبه شوي بدلوا هذي. يا سلام يا سلام الاكلات اليوم شو طيبين. طيب شو مكونات البريكه عندنا شيف؟ البريكه الورقه البريكه هذه اللي هي بات هي نفسها كولاج. ايه هي كولاج اما نحن نعملوها بالطريقه التقليديه يعني في تونس نعملوها على المقله كما هيك بات عجين يعني بس هي موجوده بالماركت. موجوده موجوده خلص جيبوها من الماركت اسهل لكم واسرع لكم. حطوا الكاب البريكه هيك تمام ما فيها مشكل. نجيب الفارس بس هي البطاطا شو بطاطا مسلوقة؟ بطاطا نعم. مسلوقة معها كبار كبار سموه كابريس كابريس كابر اللي هو كابر اللي هو كبار. أوكي طيب وهذا فلفل أحمر تونسي يعني برابيد. أوكي قصة شوية معدنوس وبقدونس وبس بس بعض شوية توابل شوية ملح شوية بريوة شوية هو أصلا اسمه الكبر يعني كبر بعرف. كبر إيه والجبنة لازم نزيدها شوية جبنة. أنا اللي بعرف إنه في شيء بعرف إنه في شيء قلي بيض صح؟ إيه. بعد أنت هنا الاختياري يا إما تحب تعمل تون ولا تعمل سكالوب. لا سكالوب. أوكي سكالوب نشيل تعرف سكالوب مغادي. سكالوب يعني صدور الدجاج. بدك تقلي بيض شايف؟ إيه نقلي. أعطيني قلي للبيض أنا شايف. بيض طبيعي ما يعني. لا 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 ما قلها لا نقلها هنا لا بتحط هنا. آه. عادي في وسط ال. تحب خربنا الأكل يكمل. هكا نحط شوية زيت. أوكي. شفت بس هذا ما يكون بيعرف الأكل شو هي. طيب. كانت خربت يا كينان. ما يصير. سخن شوية زيت خليه يسخن فيها. ونجيب شوية معدنوس هكا. بلا. شو؟
اوكي انا الهريسه موجوده مكتوب انت الهريسه التونسيه لازم كل تونسي يعمل هريسه ناخذ شويه هريسه معروفين انتم اصلا بالهريسه تحطوا لي اغلب الهريسه انت مش نعمل لك هريسه خاطر انت 100% سكشة اوكي حاره شوي اوكي خلي البيضه احنا انا البيضه تعرف انت مش تعملها تو هاك مش تعمل شو خلي هو شو بتقول له تعملها تمش تعملها لا سهله هي تفتح البيضه هنا ما هي محاصره تو البيضه عملت لها صور انت ايه بتقعد البيض الاصفر لهنا تاع البيض اوكي الابيض تحلو شوي بيدك هكا اعطيني يا سلام وقفني شايف بالنص بس لو سمحت خليني انا اوقف بالنص بدك توقف هون يلا اوكي تحط لي البيضه لهنا الاصفر الاصفر هون وبعدين الابيض الابيض هون بعد نقول لك اشتغل خلص حلو شوي يا بس والله شايف راو بس كده صحيح اوكي اوكي صحيت توا اجبد الابيض هذا بيدك هكا شوي ربي شوي بس مش باش تكولي لك الكولا من العجينه منه ومن النار تو تشيل هكا عم نشوفها نحن على على الكاميرا اكيد تشيل هكا هكا من هكا تسكر عليها من منا اوكي بعدين تحطها بالمقلاة يا سلام هكا قد ايه رح تطلع طيبه هكا البريكة هيك خلصت البريكة تو البريكة تتقلى سيء تقلي بس بس هيك فعليا خالصه ككاكا مكونات بس هيك معناها نحن اليوم اكلاتنا كانت كثير سهله ما لي وقف اول شيء بالنص شيف اوكي اكلاتنا كانت كثير سهله وحلوه ولذيذه وسريعه والشباب يلي ما عنده حدا يطبخ له مواد رمضان صار فيكم انتم تعملوها لحالكم بالبيت لانه كمان سهله مثل ما خبرناكم اول شيء عملنا جلبانه بعلوش ثاني شيء عملنا الطاجين التونسي على اصوله واخر شيء عملنا البريكه اللي هي فعليا لحد الان هي اكثر شيء مفضل عندي لانه كل شيء موجود فيها بحبه هلا طريقه تقديمه رح تشوفون انتم على مائده الافطار انا جعت شيف جعت يا ست امل لازم اروح اكل انا يلا تفضل وبنشوف كيف رح يصير جهزوا لي ان شاء الله مرحبا بكم ان شاء الله يعجبكم شكرا انا سلام سلام واخيرا وصلنا لاخر جزء بحلقتنا لليوم اللي هو اللي بدي ادوق في الاطباق التونسيه التقليديه بهي المائده الرمضانيه الرائعه هلا مبدئيا انا عم شوف قدامي طبق زياده عن الاطباق اللي نحن عملناها اللي هو طبق الشوربه اللي هنا دائما لازم يكون موجود على السفره الرمضانيه وعندهم بالعادات والتقاليد انه لازم تنعصر عليها ليمونه اجباريه هي قبل ما الواحد يجرب انه يذوق خلونا نذوق الشوربه وينها ايوه سلام هي الشوربة يا سلام الله وحدة أكيد فيها من الشطة التونسية حلو بس مشان ما أروح الطعمات كلها ياتها فأنا رح أكل هلأ بس شوي شو بدنا نبلش؟ شو بدنا نبلش؟ تعال نبلش بالجلبانة يا سلام يا سلام رح بلش بس ذوق شوي شوي رائعة واو على فكرة فيها طعمة قريبة شوي من الشوربة بظن بسبب نفس الشطة اللي محطوطة بس الجلبانة أو البازيلا رح أخذ معها شوية بطاطا 10/10 طبق ثاني طاجين طبعا هذا الطبق يلي فيه كل المكونات اللي انا بحبها بالحياة خلونا ندوق عن جد الطاجين المغربي كان غير رائع انا رح ادوق اخر طبق عشان اعرف اذا فزت ولا خسرت بالتحدي وانا مستعجل جدا لانه ما بصير اخسر ان شاء الله ما اخسر بالاحرى هيك رح اكل هيك الله يا سلام
ناكل ياكل 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 قديش في شغلات طيبه من جوا. بقى بس هالفاتوره تجي لنشوف اذا فزنا ولا لا. صحه وشفاء على قلبك. الله شكرا كثير لك. رائعة كانت المائدة اليوم. شفتيني شيف شاطر بالمطبخ ولا لا؟ شطور. ما عندي مش ناخذك على تونس، راح اوديك على تونس اليوم مرة ثانية، راح اخذه على تونس معزوم. انطروني معه بتونس. نعم نعم خلاص. فزنا ولا لا؟ ايش قولك انت يعني؟ انا بقول لحالي انه يعني فزت ولا شو؟ فزت فزت؟ فزت. يا خليلي ياكي. شوف الفاتورة 97 درهم إماراتي، معناها أقل من 100 درهم. فعلياً نحن فزنا بتحدي اليوم. شكراً كثير لإلك. الله يخليك صحة وشفاء ومرحبا. معقول يعني أنتوا تجوا لعند توينسا وما تفوزوا؟ معروفين يعني بالكرم. لا أهلا وسهلا فيكم. شكراً لإلك رمضان كريم. الله يخليك معك. مثل ما شفتوا فزنا بتحدي اليوم، وكثير انبسطت انه مو بس فزت بتحدي اليوم، تعرفت على ثقافة جديدة وشعب كريم جدا، والاكلات كانت رائعة، وانبسطت اني انا حضرتها. اذا حابين تتعرفوا على ثقافات جديدة ومطابخ جديدة، انطروني دائما بنفس الموعد بحلقات جديدة من بان مع كينان. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير، وكل عام وانتم بألف خير. بان مع كينان بالسلامة. عم عدل العشرة قبل ما عصب. أول أكلة هي أكلة الجلبانة بعلوش، ثاني أكلة هي الفريك البريك. هو كان رح يمر على حالته، هو فهمان عليك كل شوي تقدم. أوكي ثانك يو. بس في ملاحظة كثير بطيئة. إي إي ما عندي ما فيش. ليش بطين في الغاز ولا؟ لا كثير صحيح، عنده الحق لأنه عم يطرطش علينا. شايف فينا نقف هون؟ حضرتك لا اطلعي برا، خليكي قدامي. يلا.